أنهت البورصة المصرية التعاملات على صعود جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، وربح رأس المال السوقي نحو 25 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680 مليارا و500 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 48% ليغلق عند مستوى 2817 نقطة.